عاجل نكشف سبب وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم بطل خاتون. أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق وفاة الفنان السوري الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 78 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وكتبت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك: تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هناك وسائل إعلام عربية دحضت فرضية السكتة القلبية، فقد أشارت إلى أن الفنان السوري القدير عبد الرحمن أبو القاسم تدهورت حالته الصحية منذ أسابيع، وأدخل المستشفى بسبب نقص في الأكسجين وتعب في عضلة القلب إضافة إلى ماء في الرئتين. يذكر أن للفنان القدير أعمال كثيرة، منها عطر الشام، خاتون، طوق البنات، سجن حلب، لورنس العرب، وغيرها الكثير الكثير من المسلسلات والمسرحيات والأعمال الدرامية. هالمرة لازم نضرب الفرنساوي كل قرنة وبنفس التكة. أنا عم أشتغل من مدي على التنسيق بين كل الجماعات.